أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. الرئيس يطمئن مخفض الدخل ويكلف الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية. خلال كلمته في حفل تدشين وإطلاق مشروعات محور تنمية قناة السويس بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة الحكومة لجهودها في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن محدود الدخل، كما أعلن عن انتهاء معظم المرحلة الأولى من الشبكة القومية للطرق التي تبلغ 5000 كيلومتر وإنشاء مجموعة جديدة من المطارات. وتحدث الرئيس عن أزمة السيول التي تواجه عدد من المحافظات، قائلا أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة لمواجهة السيول التي حدثت في الأيام الماضية في بعض محافظات الدلتا. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 3 سنوات، معلنا عن افتتاح عدد من المشروعات القومية قبل نهاية ديسمبر القادم. وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. استقبل وزير الخارجية السامح شكري مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر الذي يزور القاهرة حاليا، وناقش الجانبان العملية السياسية في ليبيا وتطورات الأوضاع في البلاد وجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطنية. الأوقاف تطلق 3 صفحات بالإنجليزية والفرنسية والألمانية لنشر صحيح الإسلام. أعلنت وزارة الأوقاف أنها بصدد الإعداد لإطلاق 3 صفحات باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية على مواقع التواصل قريبا، وذلك من أجل تصحيح سورة الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة باللغات المختلفة. وصول 4824 سائحا إلى مطار القاهرة. استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم 4824 سائحا من جنسيات مختلفة على متن عدة رحلات قادمة من دول أجنبية وعربية لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بمصر. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من آخر ساعات الأحد غدا ستبدأ حالة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب الممطرة والمنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع احتمالية سقوط الأمطار، وتزيد هذه الأمطار الاثنين على السواحل الشمالية الغربية على السلوم وسيدي براني والأسكندرية ومرسى مطروح، وستمتد هذه الأمطار إلى المحافظات الوجه البحرية والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسلاسل جبال البحر المتوسط، محذرا من الشبورة المائية على معظم الطرق صباحا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.